سعد الله صباحكم كل خير وتقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة النفث النفث ب27 درجة. وقال وعن أبي إبراهيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائدا يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والله ينفعنا إن شاء الله بما علمنا والله يجزاكم خير.